وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، متغيرات تشهدها الساحة الدولية في المجال الاقتصادي وأزمات فرضت على دول العالم أجمع، برأيك كيف ترى هذه القمة، قمة العشرين، والمشاركة المصرية فيها؟ طبعا قمة العشرين المشاركة المصرية فيها مشاركة مهمة، وأعتقد مش أول مرة مصر تشارك في قمة العشرين، لكن كمان الحقيقة انعقادها في الهند له دلالات مهمة جدا بعد أسابيع من انعقاد البريكس، والبريكس اللي ضم مصر وخمس دول أخرى، الإمارات والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وإثيوبيا. الواقع أنه قمة العشرين قمة مهمة، وأعتقد أنها كمان بتضم الكبار في الاقتصاد، دول مختلفة ومتنوعة بشكل أكبر من السبع الكبار أيضا اللي كانوا موجودين، وفي عدد منهم موجود في قمة العشرين، وبالتالي فهي أكثر اتساعا. وجود مصر، الحقيقة مصر في كل المحافل الدولية وكل الفعاليات تحرص على طرح وجهات نظر دول أفريقيا ودول العالم الاقتصادات الناشئة، حقها في التنمية، يبقى فيه نظام دولي أكثر عدالة. زي ما أنت أشرتي، نوازي القمة بتعقد، يمكن عقدت العام الماضي أيضا الحقيقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية اللي طرحت وكانت جزء من هذا النقاش اللي موجود في هذه الفترة. انعقادها بعد أسابيع من البريك، وإحنا قلنا أنه عدد كبير من تأسيس البريكس نفسه تم تأسيسه من دول من العشرين، دول العشرين الموجودة، سواء روسيا، سواء الصين، سواء الهند، سواء الأرجنتين، البرازيل. وبالتالي فهنا ربما تكون العشرين قادرة على إعادة مناقشة وفرض ما تم طرحه في البريكس من رغبة في إصلاح النظام الدولي الاقتصادي، أن يكون هناك نظام أكثر عدالة، أكثر تنوعا، أكثر مناسبة لي، لا يفرض وجهات نظر الدول الكبار فقط، ولكن يفرض وجهات نظر مختلفة تتناسب مع نشأة الاقتصادي. برأيك أستاذ أكرم، تعددت التكتلات وأصبحت واجبة في ظل هذه الأزمات والتحديات المختلفة، الدول النامية والدول الإفريقية الأكثر تضررا، سواء من التغيرات المناخية، من أزمتي الطاقة والغذاء الناجمة عن كورونا في البداية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي ما زالت تراوح مكانها، كيف تخرج الدول النامية بإجراءات فاعلة في ظل هذا التكتل وهذه الاقتصادات الناشئة؟ أعتقد أنه العالم بيشهد تفاعلات كثيرة جدا اقتصادية وسياسية منذ نهاية الحرب الباردة في تسعينيات من القرن العشرين، وكان النظام الدولي يقوم على القطبية، ثم خرج الاتحاد السوفيتي أو معسكر الشرقي، وأصبحت الولايات المتحدة والغرب هم الأكثر قطبية أو القطب الواحد. وهذا الحقيقة منذ نهاية الحرب الباردة فيه تفاعلات وطرح لنظام عالمي جديد. هذا النظام القطبي اللي فرض منذ نهاية الحرب الباردة هو نظام يفتقد إلى العدالة. أولا، نظام اقتصادي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية بنظام اقتصادي البنك الدولي وصندوق النقد وغيره. لم تكن هناك اقتصادات كبرى مثل الصين، مثل الهند، مثل البرازيل. أصبح هناك هذه الدول نفسها بتؤيد اتجاه دول العالم النامي وأفريقيا وغيره في التنمية. وبالتالي فمن المهم جدا إذا كانت بريكس عقدت قبل فترة، والدول اللي في العشرين مؤسسة لبريكس، ففي إدراك لدى الدول التعدد أكبر، وبالتالي ففي إمكانية لتعديل هذا النظام بالشكل الذي يكون أكثر عدالة وأكثر مناسبة، وإنه يعطي الحق لدول العالم الثالث أو الدول ذات الاقتصادات الناشئة في إنها تمارس التنمية بالشكل اللي يمكنها من الخروج من دوائر عدم الإمكان اللي موجودة على مدى سنوات. ويمكن ده دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل فعاليات يشارك فيها من بين أفريقيا وأوروبا، أفريقيا وروسيا، أفريقيا والصين، كان يطرح وجهة النظر هذه. وكاب 27 التي عقدت في شرم الشيخ في مصر العام الماضي كانت هناك مطالب واضحة للدول الأفريقية اللي هي أقل
مشاركة في الانبعاث الحراري وفي التغير المناخي، وفي نفس الوقت الأكثر تضررا، ومن حقها تعويضات ومن حقها مساعدات، ومن حقها أيضا أن تكون لها سياقات في الطاقة الجديدة في التنمية، وألا تكون مجرد مواد خام كما كانت من الإرث الاستعماري. ويمكن هناك تغيرات جيوسياسية في أفريقيا وفي غيره ضد الدول الاستعمارية القديمة في مطالب بأن هذه الدول يكون لها حق التنمية. فطرح هذا في المنتديات الدولية وفي النظام الدولي، هناك رغبة أو هناك ضرورة لأن يتم تعديل هذا النظام بألا يبقى بالنظام اللي هو بقاء الاستعمار أو ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة، أن يكون نظام أكثر تنوعا وتعددا. وميزة ده أنه دول كثيرة من الاقتصادات الكبرى زي الصين زي الهند زي روسيا زي غيره لديها نفس وجهة النظر، وربما تكون قابلة للتفاوض لإنتاج نظام دولي أكثر عدالة. نعم أستاذ أكرم، العلاقات الثنائية ما بين مصر والهند، يعني هذه الدعوة من ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للسيد الرئيس للمشاركة في قمة العشرين، ومن المقرر أيضا أن يعقد السيد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية خلال هذه المشاركة وهذه الزيارة إلى الهند، برأيك كيف ترى تعزيز هذه العلاقات بين الجانبين وبين كافة الأطراف للمشاركة في هذه الاجتماعات مع السيد الرئيس؟ يعني أعتقد أنه أولا العلاقة المصرية الهندية علاقة ممتدة وقديمة. مصر والهند كانتا من الدول التي أسست نظام عدم الانحياز في وجود في الخمسينيات من القرن العشرين. نعم. وكانت تأسيس عدم الانحياز ينطلق من رغبة الدول المستقلة في بناء سياقات تبتعد عن القطبية اللي كانت موجودة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الآن بعد الحرب الباردة أصبحت هذه التعاون مهم. في العام الماضي الحقيقة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ضيف الشرف على عيد الجمهورية في الهند، وأعتقد أنه على مدى السنوات الماضية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي او حتى الهند بشكل عام هناك تعاون اقتصادي. الهند لديها تجربه مهمه في التنميه في الاتصالات والتكنولوجيا وغيره، تتناسب كثيرا للتعاون في هذا الامر مع مصر. والعلاقه الاستراتيجيه الحقيقه والعلاقه السياسيه التاريخيه بين البلدين اعتقد تسمح بمزيد من التعاون، ثم انه الهند ومصر لديهم جزء مهم جدا في قيادة العالم الثالث مبكرا منذ الخمسينات بعدم انحياز وغيره، وفي نفس الامر نفس الشيء في بريكس، وبالتالي فهناك مجالات كثيره للتعاون والشراكه مع الهند. العلاقات ممتده ومستمره بشكل كبير، وزي ما قلنا السنه اللي فاتت كان الرئيس في عيد الجمهوريه ضيف شرف، والتاكيد دائما على انه في مجالات للتعاون ومجالات للتنسيق سواء في العلاقات الثنائيه أو فيما يتعلق بالأنشطة الهندية أو غيره في دول أفريقيا ودول العالم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.